هؤلاء المعتقلون هم قادة بارزون في تنظيم الحركة النقشبندية، ويبلغ عددهم 21 معتقلا، بينهم ما يسمى بوالي بغداد، حيث قاموا بعمليات اغتيال وتفجيرات واسعة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد من خلال أوامر مباشرة تصدر من قبل عزة الدوري الذي يقود جناح حزب البعث المحظور دستوريا. الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الأسدي كشف في مؤتمر صحفي حضره عدد من قادة التشكيلات الأمنية في الوزارة عن قيام المتهمين بتنفيذ أكثر من 300 عملية، بينها محاولة اغتيال نائب محافظ بغداد محمد الشمري مطلع العام الماضي. أكثر من 300 عملية إجرامية قامت بها هذه المجموعة وقتلت العشرات من أبناء بلدنا وشعبنا وروعت الكثير. العمليات التي قامت بها مجموعة الطريقة النقشبندية اللي يقودها المجرم عزة الدوري، ولا زالت هذه المجموعة تنشط في نينوى وفي صلاح الدين أيضا ولها نشاط في بغداد. آمر فوج الحركة النقشبندية المعتقل ضمن هذه المجموعة والذي يعرف بوالي بغداد عبد الخالق عبد الستار السامرائي أكد خلال اعترافاته أمام وسائل الإعلام أن الأوامر التي صدرت لهم بعد حادثة تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006 تتمثل بقتل عناصر الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وتصفية رؤساء الأحزاب السياسية الشيعية وعلماء الدين الذين ينتمون لهذه الطائفة أيضا على حد قوله. بعد تفجير الإمامين تحولت الشغلة، كانت بس ضرب الأمريكان، جت الأوامر بأنه نضرب وحدات الجيش والشرطة وكذلك استهداف رؤساء الأحزاب السياسية الشيعية وكذلك علماء الشيعة. مدير عام التحقيقات والمعلومات الوطنية في وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي أكد أن هذه المجموعة كانت تنتشر على شكل مفارز متخصصة بالاغتيالات في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد، في وقت أوضح قائد شرطة بغداد اللواء الركن عادل دحام أن المعتقلين كانوا يقومون قبل اعتقالهم بجمع التبرعات من مواطنين وتجار تحت عنوان الصدقة الجهادية. لدينا كل المبرزات، حتى الممولين التجار في السنك والممولين في مناطق في بغداد كان يدفعون يتراوح للصدقة مالتهم أو الاشتراك مالتهم من 5,000 إلى 1,000,000 دينار شهرياً، وكان يلموها أيضاً من قسم للجوامع. هذه الاشتراكات لتمويل العمليات الإرهابية وكانت توصلهم مبالغ عن طريق أجندات، وإحنا بالمستقبل إن شاء الله نعرضها بالتفصيل. 190 جريمة قتل بعضها بالكواتم، وكانوا منتشرين على شكل مفارز في بغداد. هذه المفارز على شكل مجاميع قتل تنتشر في بعض أطراف بغداد متخذة من خروج بعض الموظفين من دوائرهم. مصطفى الهايم، الحرة، بغداد.